السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونهم شباب؟ إن شاء الله بخير. واليوم عندي لعبة جديدة اسمها بومب بوست أرينا. أول شيء خل أذكركم بلعبة بومبر مان، تذكروها القديمة، موجودة كانت على السيجا، على المايكرو، على الكمبيوتر موجودة، تقدرون تلعبوها على الموبايل همين. تذكروها النسخة القديمة؟ هاي اللعبة كنت أتمنى يسوون بها أونلاين، طبعا هم سووها نسخة 3D وما أعرف كان بها أونلاين، همي منزل عليها قبل 5 سنوات يمكن، ما أعرف 3D. المهم ها هي لعبة بومب بوست أرينا، بس طريقة شلون نسجل بها. أول شي لازم تفوت على الإعدادات، لأن اسم ما تقدر تختار، لازم تفوت على الإعدادات على الأكاونت. راح يقول لك مثلا اختار، خلص أسجل خروج منه. أوكي، مثلا شلون أسجل دخول باللعبة؟ باي يكتب لك الاسم جيست، مثلا ES17 مثلا، طبعا لعبة جديدة ما صارها فترة. ندخل على الاعدادات، ندخل على الاكونت، هنا يقول لك كريت تيني اي دي او ساين ان وذ تين دي اي دي، فتقول لك كريت مثلا، تكتب هنا ايميلك والباسورد. انا سويت ايميل هنا، تكتب اليوزر نيم او شي اللي فوق اسمك، وبعدين الايميل مال الجيميل يفضل مال سوق قبله حتى ما تنساه، والباسورد اي شي يسوي تقول له ريجستر، حيسجل هو دخول. اذا سويت خروج بالغلط ترجع هنا على اكاونت، تدخل على الثانيه ساين ان، همين تقدر تكتب الايميل والباسورد. راح اكتب ايميلي والرمز اللي سويته، دخول انا بالحساب مالتي. وحندخل على اللعبه ونشوف المودات اللي بيها. طبعا اللعبه فكرتها كلش حلوه، اونلاين تقدر تلعبها ويا الاصدقاء همين. حاليا انا ما عندي ولا صديق لان هي اللعبه جديده همين، تقدر تسوي دعوه للصديق. الشوب مالتها بيها ذني الشخصيات، خلينا نجرب بيها المودات. بيها البرول اللي هي 4 بلايرز باتل، اكو الرامبل اللي هي 8 بلايرز، التشويز اللي هي تقدر تسوي كريت روم، تقدر تسوي روم انت خاص وتضيف اصدقائك يلعبون وياك، او انت تنضم لسوي جوين، مثلا تكتب انتر روم، مثلا هنا تختار انت من تلعب، راح تقول له انا بهذا الروم، مثلا دز اسات تقول انا بهذا الروم. موجود همين المود الرويال، اظن هو حيصير باتل رويال، يعني حيصير هواية اللي قاتل هواي، او ما اعرف هسه نشوفها مكتوبة قريبا يعني. المهم خلينا نلعب البرول اللي هي 4 بلايرز. حاليا هذا الالي هو الشخصية الاولى. العرض الرسمي مال اللعبة كلش حلو، حنشوف اللعبة كلش حلوة وبسيطة. مثل ما نشوف هنا ساني هذا الالي فوق الاحمر، لازم اشمر قنبلة ماتي واوخر. طبعا هاي الحرب اونلاين، تمام. لعبة كلش حلوة، تقدر تلعب ويا الاصدقاء، تنصب عليهم، تضحك عليهم، تحشيش. اوكي هنا عندك هاي، لا اخذوها، هاي البطاقة زيد التفجير نفس بومبر مان. اوه هذا المفروض هنا يصيدني، لا لا لا، متت انا، متت. اوقف اوقف اوقف، فكرتها حلوة وبسيطة. اوكي خلنا نبدأ. هذول ايش فيهم؟ كانوا 2؟ لا انا غلطان، ابو الاحمر. ايش مراي هنا؟ تفجير بطاقة، لا لا اويلي. ابو الاخضر راح بيها، حلو. اوكي لا 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 لا، ابو الاصفر هذا فصل السون اسمه، طلع من اللعبة، راح بيها راح بيها. اه اكو هاي هنا يطلع اشارة حمراء، هاي الحمراء الاشارة لازم واحد ما يوقف عليها، مات. شوفوه كتلته كأنه دودة او بركان يمشي بالحلبة، انه اذا داست واحد او واحد ظل بمكانه راح يموت. خطيب والاصفار فصل مستوى الرابع. طبعا اول ما تلعب هي مثل التدريب، ويعطيك هاي الصناديق ويعطيك بطايق، هسه اقولكم شنو فائدتها. اجزاء الروبوت يعطيك هاي، تدوس على الالي مثلا الايدينات، تقدر تختار هاي الرأس، هو مختار هاي الرجلينات، طبعا اقدر اغير او لا، هاي منطقة الصدر حلو اقدر اغير. الرجلينات تقدر تغير شكلهن، وهواي حاط لك الايد ما فاتح لي غير هاي، ما حصلت. والرأس بعد ما مختار، بعد ما فاتح، والله حلوات الشغلات كلش حلوة. هذا المود مال 4، هسه راح اخذ ابو 8 الرامبل، اخر مود نجربه. هذا 8 يعني 4 ضد 4، حاليا ما مسوون بيها مثلا تيم او هاي، جزء مستقبلا يسووها انه 2 ضد 2، حاليا كله سنجل.
كلها سنجل بلاير، يعني تلعب اونلاين بس بوحدك ضد الكل. بريثمان حاطين حلبة بنصك، وهذا اللي يمشي بيك مثل المصعد، هذا لازم تنهزم. ويلي وين اني؟ تشوفون انه هذا مثل الذب القنبلة. الذب القنبلة تمشي هنا. ليف ليف هنا صعبة، اول مرة لعبتها بالقوة فزت، ترى صعبة. مرت اللخ خل اشوف. اوكي اول شي هنا نذب هاي القنبلة. لا بس لحمه تاني، لو بعيد عليه، بعيد بعيد على اللاود. ابو الازرق، ابو الازرق انحبس. ماما خرب حظك. هذول 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 اقدر اذبلهم قنبلة هنا. اللاوي اويلي. اي واحد اثنين ماتوا. ابو الاصفر، ابو البرتقالي مات فوق ابو الاصفر. دبل هاي دبل هاي علاوي. لا اطلع منه. اويلي ترى صعبة والله صعب. ابو الاصفر، ابو الاصفر. هي 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 مات. انت انت والله يس. ترى والله لعبة حلوة وبها صعوبة ترى، اما ما بالكم فزت راسين. طبعا بها الموسم الاول سيزون 1 هنا يعطيك مثلا هذا الالي الرجلينات، هاي الفلوس ما اعرف شنو. اكو هواي شغلات، هاي القبعة من يقدر يلبس سكنات يعني، وهاي الشغلات تربحها بس ما اعرف بيش الموسم انه لازم تشتري بيش. الشوب مثل ما قلت بالشوب تقدر تختار هاي الاليين تغير شكلهم. ترى والله الفكرة مال اللعبة كلش حلوة، شوية غير اجواء، غير اجواء يا ولد. هذا هو الاحمر نفسه تقدر انت تطوره او تفتح الباقي الاشياء وتغير شكلك الاحمر. اكو شغلات يعني لطيفة تقدر تسويها، هاي الشغلات الحبشكلات. القائمة مال الاصدقاء، القائمة مال الاصدقاء هنا شباب. شلون تضيف صديق؟ من هنا تدخل تقول له تكتب الاسم مثلا هسه انا اسمي تكتبه هذا كامل علي، كتب هيك هذا الاسم علي عراق، علي عراق يوتي. لازم تنتبهون على حروف وتقول له اوكي، تقول له سند ريكويست، راح يبين انه الفريند حيقول له انا موجود لان نفس الاسم. فهيك تضيف الصديق. شلون تضيف الصديق؟ ايش تكتب اسمه بالبحث، وها هي ها هي طريقة شلون تضيف صديق. طبعا الاعدادات يعني ما بي شيء قوي، الجرافيك هاي ولو هاي تقدر تقليه حسب جهازك، والاصوات والاكونت قلت لكم بالبداية شلون نسويه، لان حاليا ما بيها تربط على سوق بلاي. اذا شباب وصلنا الى نهاية الحلقة، لا تنسون اللايك واشتراك للمزيد. طبعا اللعبة حلوة تذكرنا بالعاب سيجا، بامبار مان اللي ذكرته بالبداية، بس هاي اونلاين. حاليا تقدر تلعبها سنجل بلاير، وجزء مستقبلا من تتطور راح تكون تيم ضد تيم. كان معكم علي العراقي وتحياتي.